عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الاخبار؟ لسه في تكملة المسابقة، وده الفيديو التاني، الجزء التاني. كنا 24 اتصفينا لغاية بقينا 8، فده فيديو التمانية، وبعد كده هتصفى منه 4، هتصفى منه 2 زي ما قلنا، ونشوف مين اللي هيفوز بالجائزة في الاخر. فهسيبكم على طول مع المشاهدة من غير لغي كتير، ويحط لايك وانت معدي كده، ويلا سيبك تستمتع بالفيديو دلوقتي مع راوند 2. ارخلع يلا المروحة ليه، يلا بينا. المتأهلون من السلاسلوبيات. يعني ايه اللي خلانا اجري في البداية؟ ايه اللي خلاني اجري في البداية؟ ماشي، الزجاجة بتاعتي ما اثرتش مع حد خالص كده. ايه القنابلك دي ولا ايه؟ هو في حد ناقص ولا ايه؟ وليه كل مرة واحد يبقى مستني في الآخر كده؟ اوعى وقع. موقعش يا ابن اللذينة. لا بقى، انا فقط سرعته يا جدعان. لا اله الا انت سبحانك، ايه الحظ ده؟ يعني لو تسيب لي التفاح. شكرا. ماشي يا سيدي، شكرا على السرعات يا سيدي. لا اله الا الله. كل مرة بعد التربو الأزرق الضرب ينفع كده؟ استنى نارك تضربك تاني خليك تطلع عن شعورك. ماشي كده كده هضربك تاني خليك تطلع عن شعورك. يا ريت بقى ما تضربش على كهرباء، انا انبه تاني بقى. شوف سلاح جديد. اوعى الزجاجة دول اللي ما شفتهاش، اوعى الزجاجات. ايوه خيرا خيرا خيرا، الحظ جه في حظي مرة، الحظ جه في حظي. حلوة دي، الحظ جه في صالحي مرة. ايه ده فيصل ده؟ كهرباء تانية؟ ولا دي نفس الكهرباء؟ قولوا ان هي نفس الكهرباء، قولوا نفس الكهرباء، هي أساس كده كده بعيدة يعني. لا لازم بعد التربو الأزرق أبطل. لا إله إلا أنت، خلاص. ذكا نار، مكتوب لنا نضرب بعض يا ابني. إيه ده فيصل أهو. ازيك يا عبود؟ استنى يا عبود، استنى يا عم. يا مهم مش بالتربو الازرق انت يا اسطى ومتدلع. استنى يا رب يكون اتضرب يا رب. ايوه كنت فين من نص ساعة؟ يا نهار ابيض، الحوت طبعا الاول توكسر الثاني وابيس ابيس الثالث. يا سلام. بالذمة ده لبسة لبسة لعب ناس محترفة. فين احمد دبليو عمال يقول لي مفيش كهارب ومفيش منبهات؟ حلو كده مبسوط؟ تمام يلا يلا.
زجاجة زجاجة. كويس. زي الفل. درع 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 درع. لا بتقطع. مين اللي حط زجاجة ده؟ أعتقد يا فيصل يا الحوت، لأن الاتنين ما بيلعبوش معانا، محدش في اللي معانا بيلغم بالطريقة دي. كهربا ليه بقى كل ما أبقى الأول بقى؟ أستغفر الله العظيم يا رب. الحوت وصل لي خلاص. معاك تاني ولا هي دي بس؟ يا عم طب درع طيب يا عم. ايه ده؟ ده الحوت؟ شكرا يا حوت. انا يعني مش عارف القنبله جت منين بس شكرا. يا حلو حلو، القنبله جابت نارو بس هو لسه قريب مني. نارو يا نارو، نارو من جماله. لا بقى هأخر نفسي واديك بالصاروخ او بالدرع اللي معاك. احترم نفسك. الله كهرباء اجري بقى شويه بقى. كيف هيتاخد مني مركز الحوت؟ ظلم يعني، هتاخد مركزي ظلم. تضربين تاني دي سكت. اه عشان وصل. زي الفل. يلا بينا. يعني بس مختاروا ليه ومفيش جليتشات؟ مش فاهم. انتوا حرين، هتشلوا نفسكم مش هتشلون انا. تعالى اضربنا يا بيس، تعالى ما انا بيجيلي سرعات. خلاص تعالى. يا الهي تعالى. سلام. اوعي. ايه ما شاء الله. يلا يلا منبه. يا سلام يا سلام. توكسر ولا ما تضربش؟
خلاص احوط، مش كل مرة تديني قنابل يا عم. يا فيس ايوه والله بقول نفسي السوبر انجن، بس مستحيل يجي لي وانا الثاني. تخيل ايه جاني وانا الثاني. معلش 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 معلش، اللفه الاخيره، اجري 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 اجري. يا يعني انا كنت حريف في الطريق ده، بس هم عشان بيلعبوا بالتشات ما كنتش واخد بالي. ايه احنا هنضحك على بعض، انا ما بعرفش العب في الطريق ده. يا نهار ابيض على التلغيم، شفتوا التلغيم؟ شفت التلغيم الزجاجه اللي محطوطه ورا الحاجات؟ ما خدش اي صندوق، ما خدش، كلهم متلغمين وكلهم متكهربين، واجري يا معلم وجيب مركز تاني زي الحلوين. هات الصندوق ده زي الفل. احتراف احتراف احتراف. ايه ده انا التاني؟ والله ما خدتش بالي والله. يا جدعان انا محترف. هي ماشيه معايا بالبركه يعني، احنا لسه 3 مبات لغايه دلوقتي، مش عايز احسدنا. 27 20 18 18 10 10 8 6. هو اول 4 متاهلين، فبرضه التنافس لسه ما زال، لسه اول 3 مبات بس اللي لعبناهم، فاضل 5 مبات منهم القلعه والطينه وحاجات كده صعبه، فيلا بينا يلا بينا. الاكسر ده ممكن يجيله قنابل، يخوف الصراحة. لا 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 استنى، ما شفتهاش بقى، ما تحطهاش في حتة مخفية كده. لا 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 حبي من الصناديق على هيجي له ايتمات عدلة يعني. بعدت يا احمد اهو، بعدت عنك والله. حتى السوبر انجن اللي استنيته يجي ما جاش. ماشي بعد ايه؟ بعد ما خدت كل التفاح مالكش لازمه خلاص يا استاذ. ده اللي قدامي جاله كهربا. ابيض طلع يجري ورايا، ابيض طلع يجري ورايا بوردوجا صح؟ سامع صوتا. يا السلام عليك، ايوه كده يا عم. شفتها يمين اكتر من كده. يا عم يا ريس يا عم، انا كنت هطبقه الصراحة. ماشي ماشي ماشي، كملين عادي عادي عادي، ما حصلش اي حاجة. لا البردوجة خلاص ليك اهدى. يا راجل حرام عليك، سرعة ايه بس، حرام عليك.
16 ثانية مفيش أمل والله، يعني مش عارف. لو حد ضرب التاني في أمل، محدش ضرب التاني مفيش أمل، مفيش أمل، مفيش أمل. ويكسر نار الحوت. ياه، يعني جيت في المضمار التاني وجيت في القلعة الأخير. ماشي، انا الرابع والثالث 22 وانا 21، بس الخامس والسادس قربوا لي جدا، كنت فارق عنهم 8 نقاط، دلوقتي بقى 3 نقاط بس. الموضوع بقى اصعب. يلا بينا. يا عم مات سوبر انجن، لا اله الا الله. الحياه ماشيه عكس. انا سامع هو بيحط البردوب، انت قدام ازاي مش سامع؟ يا عم سوبر انجن مش سرعة. مش اخر تفاحة لي سوبر انجن بقى. عايز سوبر انجن بقى كده، هات لي بردوجة ودلعني عادي يعني. بسرعة راحت يا عم. فوق على دماغ. تعالى طباخ يلا. خلاص خلاص. يا راجل الحمد لله الحمد لله. عدي تعمل ايه؟ كنت هضيع السوبر انجن، ده اهم حاجه في الطريق ده. يا سلام كملها بالساتر يا رب. يا عين كهرباء يا ليلي. ايوه كده ايوه كده، اللي بيختاروا مبات زي دي اعداء البشريه. لسه اللفه الثالثه، لسه طريق طويل. اوعى التلغيمات، التلغيمات عامله لنا تكبير مش تشطيب. يا سلام. ايه القنبله دي؟ جايه منين؟ لا ده انا اللي ورايا بيس. ايه يا بيس؟ قريب مني جدا. ماشي، واللي قدامي بعيد شويه. اعدل كده اعدل كده، يمكن هو يلبس زجاجه ولا حاجه. ما لبسش حاجه، برافو عليك يا بيس. يا رب يلبس حاجه بقى عشان اقول له برافو عليك بجد بجد يعني، على الجد وعلى الجدون. اوعى ما تسرعوا. كويس ماشي ماشي. حاضر. قريبين جدا من بعض، قريبين جدا من بعض. كهرباء يا سلام يا سلام.
بس دي مش مشحونة يا عم. انا بعيد اهو، بعيد كهرباء، بعيد. ايوه اجيب احمد بقى. مش مشحونة، وجبت الحوت بس، وحاجة صعبة يعني. لو مشحونة، لو بقى نحط الضرب تاني. ها احمد والحوت، احمد والحوت، احمد اجري يلا، اجري يلا. يا نهار ابيض عليا، صاروخ طار اضرب الحوت. عين. ايوه ابيس 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 ابيس. للاسف الرابع، بس عملت اللي عليا. الكهرباء دي لو مشحونه كان الثلاثه دول ورايا يعني، اللي بص الحوت بقى الثالث بسبب الكهرباء. لا الحوت كان هيبقى الاول يا عم، زي ما انا وانا الثاني، زي ما هو وانا الثاني. حلو انا كده متعادل على المركز الثالث، دي حاجه كويسه. اريد لكم النقاط اهي، 41 30. الحوت فرق شويه حلوين، تاني تالت تالت يعني قريبين من جدا من بعض، والرابع برضو الخامس قريب مننا كمان 23. لسه لسه فاضل ثلاث مبات والموضوع ما يطمئنش. يلا بينا للعمق. يا نهار ابيض. لا بقى، لا لا يا اخي. مستني اتوكس. بس انا مش شايف حد قدامي. كتير بلازر اضربني. يلا 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 يلا. سوبر انجن هنا ملوش اي لازم. ايوه برافو عليك. يلا يا فوت، يلا يلا مفيش وقت. ايوه الصدمة اللي كانت عاملاها. لا بقى واحد كمان. كمان واحد يا راجل. ايه ده، انا خدت صندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السابع واللقطة الأخيرة. سرعات 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 سرعات. أحمد سبعة بيجري ورايا. ايه ده يا عم، أنت مش الأول على العالم في الطريق ده يا عم. بردوجة بقى يا عم. يلا الله عليك رجع البردوجة كمان يا عم. ايه ده بسهولة كده بيجي لكم البرادج والحاجات دي. بس لا والله حظي وحش، حظي وحش يا عم. فعل حظي وحش والله. الحوت سبعة فيصل تربط واكسر. لا لا مش كده، مش كده، مش للدرجة دي يعني. ليه كده عبود كده؟ تعادلت انا في الرابع كده يا عم، كده ممكن اخسر المركز الرابع. ده مدرج التفحيط اللي جاي. اشتغل يا مروحة، اشتغل اشتغل، يهون علينا شوية. ده لغاية السادس، السابع 26 نقطة. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. طيب فاضل ايه تاني كده غير مدرج الزفت ده؟ الحلويات ما لعبناش الحلويات، هنختم بالحلويات كمان. بس التاني 34 31 28 28 27 26 لاخر نفس.
نوع الجليتشين ليه حطوه نزل ماب. كوكو بيعذبنا عشان احنا لغينا حديقة كوكو، قال لنا طب ما درج التفحيط يلا عقابا ليكم. شكرا تويكسر، كله يشكر تويكسر، شكرا تويكسر. يلا ممكن لو سمحت تسيب لي التفاح. اشكرك. لا بص جاي يجري ورايا ايه؟ مين ده؟ تعالي معلش هي اللعبة كده. استخبيت منه. استنى حرام عليك هتكسر والله النبي المعفن ده يا عم. أحسن أحسن أحسن. يا سلام دروع بقى بسرعة. بكبر بكبر. الحطو ابيس ايه المفترض يروح بعد بقى. يا سلام لا فيصل 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 معاه بردوق انا سامعه من بعيد. لا متعادل مع عبيس انا لازم حد يضيع. عبود ضيع عبود. انا متعادل مع عبود. متعادل مع مين؟ متعادل مع عبود. عبود ضيع بس في احمد سبعه كده طلع له سابقني كده تقريبا مش عارف. انا زعلان بس اكتر حاجه مفرحاني ان توكسر الاخير. احسن احسن احسن. تعادل انت ازيد مني بنقطه مش تعادل. انا زهقت من الارقام دي والله. وبلده الحلويات مش ضامنه نهائي يعني. ايه يا عم النقاط يا عم الحاج. بص بقى التالت 34 33 32 31 بنتنافسوا على التالت والرابع لان اول اربعه بس هم اللي يتاهلوا. انا لو انطلق في البدايه ويجيني درع هيبقى الموضوع حلو، لكن انا عارف لو انطلقت في البدايه هتضرب وهيجي لي زجاجه ولا صندوق، ولو استنيت هيجي لي سرعات وهتضرب بعدها. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا لا اعلم ما الذي حدث ولكني هشوف اللي هيحدث. بسم الله يا الله بينا. شوف 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 ما استفدتش اي حاجه ما ضربتش حد. لا يا اخي يا اخي طب انا في الهواء ازاي يعني الزجاجه تجيبني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ضاع يعني كده ولا ايه يعني ولا ايه؟ يا عم صواريخ ايه يا عم شايفني اتضربت يا عم. يلا 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 عادي 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 ما حصلش حاجة.
يعني ممكن ما تجيبليش صواريخ يا عم. بس ما عادش حاجة يا بردوكا. لا قلت لك بردوكا يا عم، قلت لك بردوكا يا عم، والله العظيم حرام اللي بيحصل ده. لا بقى لا بقى لا بقى اجري يا عم، البردوجة اللي معاك يا عم، هات لي سرعة، هات لي سرعة يا عم الزفت. يا اخي والله حظي وحش. يلا يلا الأول وصل، جالي بردوجة الحمد لله، دي حاجة إيجابية يعني تخليني أوصل التامن بس أسرع شوية. شفت شفت طلعني فوق خالص ليه؟ حد اخد باله؟ عشان السرعه تروح. انت فاكر ايه يا ابني ده تكتيك؟ اوعى هنا اوعى هنا اوعى هنا اوعى هنا اوعى هنا. فيصل ابيس 7 نار. لو بقى في تعادل في الرابع دي الحل الوحيد اللي بقى عندي فرصه. ما اعتقدش ان في اي فرصه لاي حاجه. طب الحمد لله انا كده خارج المسابقه بسبب ام السرعات. وازاي يا رجل اعمل ايه طيب؟ 15 سرعه اهو بيعدوا لي السرعات، اعمل ايه؟ ما يضحكني اللي يوم جاتك سرعه خبطت بالمحلول. ما خلاص بقى ما خلاص، هو يعني لو ما خبطتش في المحلول هيحصل ايه؟ ولا اي حاجه، خلاص خلاص ما فيش. احمد سرعه كمان خرج، هو كده فاضل مين؟ الحوت وابيس وعبود وتويكسر. طيب زي ما شفتوا كده الحظ عامل ازاي معايا، والمضمار التوربيني جبت فيه مركز تاني سبب الحظ الحلو معايا، يعني هي حظ بس البلده واللي قبل كده والعمق كان حظي خلاص، هي اللعبه رافضه ان انا اكمل. فللاسف انا خلاص ما كملتش، انا ده كان النهايه حظ يعني الحمد لله ومش مكتوب لي. ولكن بعد كده الناس كملت لعبوا 4، الحوت وابيس وتويكسر وعبود. بعد كده تويكسر جاب المركز الثالث، بعد كده الحوت وابيس لعبوا قصاد بعض والحوت هو اللي فاز بالمركز الاول. الف مبروك الف مبروك برضو للابيس المركز الثاني وتوكسر المركز الثالث. وكده تكون انتهت المسابقه الجميله، واحتمال يكون في مسابقات ثانيه في المستقبل يعني الله اعلم. فاشترك بقى عشان لما تيجي مسابقه او اي حاجه تبقى انت عارف الميعاد، وممكن تشارك معانا لو انت مستواك عالي. وبس كده، ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديو اللي فاتت السنه الفيديوهات اللي جايه، ويلا سلام. انا معاهم من بعيد كده نشوف بيعملوا ايه العيال دي، حد يستخدم اسلحه ولا حاجه.